الله يحميها ويحرسها. ذكرت الله اكبر. تجتمعوا ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. امين. 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 سيجدد الزواج بين المسلمين، سيجدد الحب، اللقاء عند بيت ربنا. يا سلام، يعني جددت المحبه بينك وفي مكه. طبعا الله يديم السعاده والفرحه عليك. اهل مكه يعني مزودينها جمال، يعني بجد بيساعدونا كتير، الله يعينهم ويساعدهم ويبارك فيهم، بجد بيصعبوا عليا. بأمان بأمان ربنا، وهم كلهم خدامك. الاولاد ان شاء الله. الله يحميهم ويحرسهم. لاحظت حاجه في اهل مصر، محل ما يروحوا اهم شيء عيالهم واولادهم. ايوه اهم حاجه، اهم حاجه عليهم. يا رب الدين، يا رب نستر عليهم ونستر اولاد الحرام. يا رب اغنيهم يا رب، يا رب اجعلهم كل خير وسلام. جميلة أم الدنيا، مصر جميلة، جميلة رائعة أم الدنيا. إيه والله، ومبسوطة عشان أنت برضه بتحب المصريين. إيه والله.